السلام عليكم بنات، كي داير اللاباس؟ كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو مهم ان شاء الله، كيف ما كتشوفوا معنا في هذا الباتل اللي قدامنا الفقاس كيفاش كيجي زوين بزاف. مني دعميتو كذلك الحلويه. باش تعرفوا الطريقه بقاو معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا السر ديال الفقاس كيفاش كيجيكم هكا مقرمش كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم على الفيديو والسلام عليكم. السلام عليكم البنات ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نقدم معكم واحد الفقاس عادي بلدي بالزنجلان والنافع. نبداو على بركه الله. المقادير عندنا 4 البيضات، انا ديجا درتهم في القصريه مع قبسات الملح، كاس سنيده، كاس الزيت، معلقه كبيره النافع، معلقه كبيره حبه حلاوه، 4 المعالق الزنجلان بعد ما صهدته شويه في الفران، عندنا الدقيق حسب الخليط، وساشيات فاني خماره، وعندنا معلقه شوكولاته غبره، وخلطته مع شويه ماء زهر باش ندهن به فقاس. من بعد نبداو على بركه الله. بسم الله، نديرو البيض، نخوي عليه كاس السنيده، فقاس تيجي زوين. بسم الله، ندير السنيدة مع الزيت مزيان، والسنيدة مزيان مع البيض، نزيدو على كاس الزيت، كاس العنبة باش كنعور، نخلطو مزيان بالعناصر باش تندمج. نزيدو حبة حلاوة والنافع، الزنجلان، الزنجلان غير نحمر صهدته شوية ماشي محمر، تصهد شوية باش تحيد منها ديك الرطوبة ديك، نخلطو مزيان، نزيدو فاني. نخلطو هاد العناصر مزيان، من بعد غادي نزيد الدقيق والفقاس. كنبغيو ندخلو الفران ويكون بارد، عاد نشعلو عليه باش ما يجيش مشقق لينا في الفران، تكون العجينة مرخوفة ماشي قاصحة، ما يكونش قاصح بزاف، ما تكونش تاني مرخوفة يجي جاري تشتت لينا في الفران. بعد ما جمعت هاد العناصر غادي نزيدو دابا الطحين. انا عابره هنا كيلو، غادي ندير نشوف شحال غادي تهز ليا، حتى غير 4 البيضات ماشي 6. نزيد خماره فئة 7 غرام، غير 4 البيضات ماشي 6 باش غندير جوج. نخلطو مزيان، ها كيجي زوين، غير جربوه يجي هشيش ومخرج من الداخل، يجي خفيف. انا غادي نستمر نزيد الدقيق حتى نجمع ونرجع معكم من بعد. الحرابل نحربلو ونديرو قد قد، يكونو نفس السمك بحال الوسط بحال الجناب باش ميجيوناش الوسط غليظ. أنا درتهم صغار، درتهمش مع غير 4 البيضات، لا ما نكبرهم باش ما يجيش رقاق لينا ملي يطيب،
يبقى شويه عريض القياس. انا غنستمر دابا نسالي وغادي ندهنهم ب نبدا ندهن بلاتي ندهنهم تجي واحد الضو معنا كنصور بالليل ما عرفتش اش كيبان لكم دابا غندهنوهم بالخليط ديال الشكلاط والمزهر دهنوهم مزيان جيب فرشاتها باش نديرو لي مخطط بالفرشيطه بحسب الزواق. المهم انا غادي نستمر هكا نسالي وندخلو الفران ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو. هالفقاس ديالنا بعد ما طاب خرجته من الفران هو تبارك الله جا زوين ما مشقق ما حتى شي حاجه هو طيب. المهم ما يكونش طيب بزاف باش دغيا يتقطع. هانتوما ها هي هو ما مشقق ما حتى شي حاجه. السر ديالو هو ما تكونش العجينه قاصحه ما تكونش مرخوفه بزاف تكون شويه رطبه. دخلي الفران يكون بارد دخلي الطاوه عاده كتشعلي الفران. دابا انا غادي نبدا نقطعو معكم باش تشوفوه دغيا كيتقطع بسهوله. انا غنقطع هذا الموس انا عندي الموس ديالو ها هو ولكن ماشي كل الناس عندهم كلشي توفر هذا الموس غنقطع بهذا اللي كلشي في الدار اللي عنده الموس. بسم الله انا قطع نقطعو مائي شويه كله كيفاش كيبغي يقطعو كاين اللي كيبغي يقطعو ضايع ها كيمشي الموس بسهوله. ها هو ما يكونش غليظ في التقطاع وما يكونش ثاني رقيق باش ما يتهرس في الطياب. الا كان رقيق بزاف كيبدا يتحمروا ليه الجناب ويبقى الوسط. ها هو انتما كيتقطع بسهوله غير يتبع النصائح ويخرج لك زوين كيف ما بغيتي. ها هو انا قطعته مائل بغيتو يكون شويه كبير. اللي بغى يقطعو مدور كتقطعيه مدور على حسب كل واحد شنو بغى يدير. المهم العجينه ديالو تكون غير رطبه ويجيك مزيان. ها هو هي انا قطعته شتي ها هو تبارك الله كيف جا مزيان. ها هو شتي ها هو جا زوين ما تهرس ما حتى شي حاجه من الوسط زوين مخرج. ها هو فقاس زوين جربوه وردوا عليا الخبار وشجعونا وديروا اللايك. ها الفقاس ديالي بعد ما ساليته قطعته انا غنديرو في الطاوة نستفو وغندخلو الفران. دابا يكون الفران سخون يكون سخون باش يجي محمر من الجناب ومن الوسط ونقصو عليه شويه ملي تدخلو يكون الفران سخون نقصو عليه باش يطيب لكم كامل من الوسط ومن الجناب ما يبقاش الفقاس ديالنا خضر من الوسط. يلا تلاقاو من بعد ما يطيب الفقاس نشوفو الشكل النهائي ديالو.